الإصحاف التلفزيوني. سور القرآن. سورة هود. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. سورة هود. ترتيبها بالمصحف الشريف. هي سورة 11 ترتيبا. سبب تسميتها. سميت هود اشتمالها على قصة هود عليه السلام. تاريخ ومكان نزولها. مكية، نزلت بمكة المكرمة. ترتيب نزولها. هي 52 نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم. عدد الآيات والكلمات والأحرف. عدد الآيات 123، عدد الكلمات 1947، عدد الحروف 7633. المحكم والمنسوخ من آياتها. الآيات المحكمة 120، الآيات المنسوخة 3. مواضيعها. عرضت السورة قصص بعد الأنبياء عليهم السلام، وتحدثت عن أصول الدين من توحيد وبعث وجزاء، وإثبات صدق القرآن الكريم وأنه من عند الله، كما تناولت التفريق بين الحق والباطل من خلال إعجاز القرآن الكريم وتحديه الناس أن يأتوا بعشر سور مثله، وتناولت قصص الأنبياء نوح وقومه وما صاروا إليه نتيجة الطوفان، وهود مع قومه عاد وتكذيبهم وإهلاك الله لهم، وصالح مع قومه ثمود، وإبراهيم وبشارة الله له بولد، ولوط مع قومه الشاذين، وشعيب مع أهل مدين والمعاندين. ودعت آياتها الأخيرة إلى الاستقامة في الدين وإقامة الصلاة ومحاربة الفساد. المصحف التلفزيوني. سورة المائدة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. سفر الخروج. سفر الخروج. اسم الكاتب النبي موسى عليه السلام.
تاريخ ومكان الكتابة: القرن 15 قبل الميلاد. عدد الإصحاحات والآيات: عدد الإصحاحات 40. عدد الآيات 1212 آية. ترتيبه: هو السفر الثاني من أسفار العهد القديم في الكتاب المقدس. غرض الكتابة: تسجيل أحداث نجاة بني إسرائيل من مصر وتطورهم كأمة. الشخصيات الرئيسة: موسى، مريم، فرعون، ابنة فرعون، يثرون، هارون، يشوع، بصلئيل، يكابد. الأماكن الرئيسة: مصر، جاسان، نهر النيل، أرض مديان، شبه جزيرة سيناء. الموضوع: يتحدث الفصل الأول عن بني إسرائيل في مصر حين تعرضوا لظلم المصريين وكيفية إعداد الله موسى لتحريرهم وإخراجهم منها. أما الفصل الثاني فيعرض رحلة بني إسرائيل في البرية، إذ أنهم بعد أن تحرروا من مصر شكوا بمرارة لموسى طريقهم الشاق في البرية. بينما يذكر الفصل الثالث وصول بني إسرائيل إلى سيناء التي أعطاهم الله فيها الوصايا العشر. المصحف التلفزيوني. قصص الأنبياء. سورة مريم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. نبي الله إدريس عليه السلام. نبي الله إدريس عليه السلام يرجع نسبه لشيث بن آدم. ولد في بابل بالعراق، تلقى من آبائه آدم وشيث الحكمة والعلم والشرائع والعبادات، فاستجاب له قليل من الناس وهجره الكثير. بقي في قومه 82 عاما يذكرهم بالله تعالى ويعلمهم دينهم ويحثهم على مكارم الأخلاق التي أنزلها الله في صحف شيث. من أقواله عليه السلام: السعيد من نظر لنفسه، والشافع له عند ربه أعماله الصالحة. ميزته أنه لم يمت بل رفعه الله إلى السماء. المصحف التلفزيوني. سور القرآن. سورة التكوير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا
إذا العشار عطلت. سورة التكوير. ترتيبها بالمصحف الشريف. هي السورة 81 ترتيبا. سبب تسميتها. سميت التكوير لاستهلالها بالآية الكريمة إذا الشمس كورت. تاريخ ومكان نزولها. مكية، نزلت بمكة المكرمة. ترتيب نزولها. هي السابعة نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم. عدد الآيات والكلمات والأحرف. عدد الآيات 29، عدد الكلمات 104، عدد الحروف 425. المحكم والمنسوخ من آياتها. المحكمة 29، المنسوخة لا توجد. مواضيعها. اشتملت هذه السورة على أن البعث واقع لا محالة وأن الجزاء قائم. ابتدأت بوصف أهوال يوم القيامة، ثم تنتقل السورة بالقارئ إلى مشهد آخر، هو وصف الهول الكبير الذي يقع عند الحساب، فيرى كل إنسان كتابه أمامه منشورا. تتحدث عن حقيقة الوحي، كما تبين صفة النبي المختار لتلقي هذا الوحي الكريم، مبرئة إياه من الأكاذيب التي زعموا، مؤكدة على نبوته الصادقة. تختتم السورة بدحض مزاعم المشركين حول القرآن الكريم. المصحف التلفزيوني. بطاقة الآية الثالثة من سورة الفاتحة. موقعها الجزء الأول، الحزب الأول، الربع الأول. موضوعها الثناء على الله تعالى. عدد كلماتها كلمتان. زمن نزولها نزلت في مكة المكرمة قبل الهجرة. الرحمن الرحيم. المصحف التلفزيوني. حدثنا والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب حسن الجوار. حسن الجوار. حدثنا حجاج. حدثنا شعبة. حدثنا أبو عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله
إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. المصحف التلفزيوني. سورة البقرة. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الناسخ والمنسوخ. نسخ جواز مقاتلة المشركين في المسجد الحرام. أباح الله في بداية الإسلام قتال المشركين المحاربين في أي مكان من الأرض ولو داخل المسجد الحرام، وذلك لردعهم والتضييق عليهم وسد الأبواب التي يتسللون منها لقتال المسلمين. قال الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. فلما قوي المسلمون وترسخ في عقول الناس مفهوم القداسة المواطن العبادة، حرم الإسلام القتال في تلك المواطن لتبقى آمنة ومهيئة لممارسة الشعائر الدينية، فمنع أن يقاتل فيها إلا من يعتدي فيها ويتخذها ساحة للقتال. قال الله تعالى: وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. المصحف التلفزيوني. أنزلناه. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون
فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم بعد مغادرة قومه ركب يونس عليه السلام إحدى السفن ففاجأتها رياح هائجة في عرض البحر ولم يكن إلقاء البضائع كافياً لإنقاذ السفينة فاقترح ركابها إنزال أحدهم في البحر حفاظاً على الباقين ألقي يونس عليه السلام باللجة بعد أن غلب بالقرعة لينتهي إلى جوف حوت فدعا ربه أن ينقذه فاستجاب الله إلى دعائه وألقاه من بطن الحوت إلى الساحل فنجا بفضله تعالى المصحف التلفزيوني ولا ولولا اشتياقي أن أراك بمقلتي لما كنت أشتاق الغوير ولا نجدا ولا أستلذ العيش في غير أرضكم ولا أشتهي من غير مائكم وردا وهبتكم روحي فسميت عبدكم ويا شرفي أن تقبلوني لكم عبدا ومن بات جارا للمحبين إنه يلاقي السماح الجزل والعيشة الرغدا وهبتكم روحي فسميت عبدكم ويا شرفي أن تقبلوني لكم عبدا ومن بات جارا للمحبين إنه يلاقي السماح الجزل والعيشة الرغدة وهبتكم روحي فسميت عبدكم ويا شرفي أن تقبلوني لكم عبدا ومن بات جارا للمحبين إنه يلاقي السماح الجزل والعيشة الرغدا